معادن عجيبة، أقوى معدن على وجه الأرض، ينصهر عند 3422 درجة مئوية. أهلا وسهلا بكم. بالطبع تعرفون المعادن، فيوجد في الأرض وباطنها العديد من المعادن التي اكتشفها البشر، وبدون هذه المعادن ما استطاع البشر أن يصلوا إلى ما هم عليه الآن. فلولا المعادن ما كانت هناك كهرباء، فالمعادن تدخل في صناعات كثيرة جدا، فهي الآن موجودة في كل شيء حولنا، كلعب الأطفال والحواسب الآلية والهواتف المحمولة وغيرها الكثير والكثير. وتعرف المعادن على أن منها ما هو لين ومنها ما هو صلب جدا. وفي هذا الفيديو سنتعرف على أشد المعادن الموجودة في عالمنا هذا. هيا بنا نبدأ. العجينة النووية. منذ وقت اكتشف العلماء والباحثون من جامعات كندا والولايات المتحدة مادة تعد هي الأقوى، لأنها غير موجودة في الأرض، بل هي موجودة في قشرة النجم النيوترونية. ووفقا لما وصفه فريق من العلماء من جامعة ميغل في كندا وجامعة أنديرا ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن أقوى مادة والتي تسمى بالعجينة النووية أو باستا نيوكلير تعد أقوى 10 مليارات مرة من الفولاذ. هذا النجم يتكون بعد الانفجارات الكونية ويكون حجمه صغيرا جدا، ولكنه من الصعب تفتيته، وتكون كتلته أكبر من كتلة الشمس، ويحتاج هذا النجم إلى 2,000,000 سنة ضوئية ليتم تفتيته، فهو صلب جدا وليس من السهل تفتيته. التنجستين هو معدن رمادي اللون ويسهل العثور عليه، وبالنسبة لكثافته فهو أكثف بنسبة 71% من الرصاص، وأقل كثافة من اليورانيوم، وهذا من أحد الأسباب التي تجعله من أقوى المعادن في العالم. التنجستين يعتبر أقوى معدن موجود على وجه الأرض، وذلك لأنه يحتاج 3422 درجة مئوية لكي ينصهر، وشدة صلابته هذه هي التي تجعله أقوى من أي معدن آخر موجود على وجه الأرض. وهذا المعدن من الصعب تكسيره، وقطعه يحتاج إلى قاطع ليزر، وبسبب قوة صلابته فالتنجستين يدخل في صناعة الأسلحة الحديثة مثل الصواريخ بعيدة المدى وقذائف الدبابات وغيرها من الأسلحة الأخرى. ومع أنه يسهل الحصول عليه، إلا أنه نادر جدا، وهذا الذي يجعل الأسلحة المصنوعة منه غالية جدا. الأوزميوم من أقوى المعادن الموجودة على وجه الأرض، فهو يتم بيعه على شكل مكعبات صغيرة. هذا المعدن يعتبر مقاوما للحرارة، وأيضا يدخل في صناعات كثيرة. هذا المعدن من الصعب أن ينصهر بسهولة، فيحتاج إلى أكثر من 2,000 درجة مئوية لكي ينصهر. يعد من المعادن ذات القيمة العالية، حيث يبلغ سعر الأونصة أو 32 جراما منه ما يقرب من 450 دولارا أمريكيا. يدخل في عدة صناعات منها البوصلة، وكذلك يدخل في صناعة سن الأقلام الغالية، ويتم استخدامه لتسريع التفاعلات الكيميائية. الكروم. الكروم من العناصر الكيميائية الصلبة، فهو يتميز بصلابته ولمعانه، فيمكنه أن يعكس الضوء ويلمع الأشياء الأخرى. الكروم يمكن أن يعكس ما يقرب من 70% من الطيف، ويعكس ما يقرب من 90% من الأشعة تحت الحمراء. يعد من أقوى المعادن على وجه الأرض، فهو ينصهر عند درجة الحرارة 1970 درجة تقريبا. ومع قوة صلابته هذه،
إلا أنه يشتهر بهشاشته وخصوصا في البناء. من الأشياء التي تميزه أنه إذا تمت معالجته يمكن أن يعكس الضوء الذي يقع عليه ويكون به نسبة لمعان، وعادة ما يستخدم في طلي الأدوات المنزلية، فهو يعطي لمعة وكأنه ستانلس ستيل. التيتانيوم. يعد التيتانيوم من المعادن الصلبة جدا، فهو يتميز بعدة مميزات، أهمها عدم الصدأ والتآكل، وكذلك يحتاج إلى درجة حرارة تبلغ 1650 درجة لكي ينصهر، وإذا تمت مقارنته مع الفولاذ فهو أقوى وأصلب من الفولاذ بنسبة 60%، لذلك يكون ثمنه أغلى من المعادن الشبيهة كالحديد مثلاً، وتستخدمه الطبقة المتوسطة في صناعة الحلي والساعات أيضاً، فهو يتم استخدامه كبديل للذهب، وبسبب خفة وزنه يستخدم في صناعة الطائرات الحديثة وكذلك في مركبات الفضاء. الصلب. الصلب أو الفولاذ هو عبارة عن سبيكة معدنية مصنوعة من الحديد، وتحتوي على نسبة 10% من الكربون، وذلك لزيادة قوته ومقاومته للكسر، ويكون غير قابل للصدأ، وعندما يتم خلطه بالكروم يصبح الفولاذ شديدا جدا، لذلك يتم استخدامه في بناء الكباري وغيرها من الأشياء الثقيلة. فبسبب ثمنه الرخيص يمكن أن يستخدم في أشياء كثيرة مثل تشييد المباني والبنية التحتية، وكذلك يدخل في السيارات والآلات والمعدات الكهربائية والأسلحة. الحديد معروف منذ آلاف السنين، فتكاد جميع الثقافات قد عرفته لصناعة الأسلحة والأواني وغيرها من الأشياء. يعد الفولاذ أو الصلب من أضعف المعادن إذا ما تمت مقارنته بغيره، فهو ينصهر عند درجة حرارة 1400 إلى 1500 درجة فقط. البورازون. هو مادة جلخ صناعية تتكون من نتريد البورون، وتتكون عندما يتم التسخين على كمية من النيتروجين بتقنية الجي بي 7 عند درجة حرارة تبلغ 1800 درجة مئوية، ومع هذا التسخين ينتج هذا المعدن الذي يستخدم في جلخ الأشياء. مع هذه الصفات يعد البورازون من أقوى المعادن الموجودة على سطح الأرض، فهو يعد من الصيغة الكيميائية CMB، يتم تشكيله على شكل أسطوانات ليستخدم في قطع الحديد والأشياء الأخرى من جراء رخص ثمنه، فيتم تصنيعه على شكل شفرات المنشار الكهربائي الدائرية وغيرها من آلات القطع. نتريد البورون الماسي. يعد هذا المعدن أصلب من المعدن السابق، فهو يعتبر من الماس ولكنه أقوى من الماس بمراحل كثيرة. يخرج هذا النوع من البراكين فيكون منصهرا وذا درجة حرارة عالية، فيستطيع مقاومة الحرارة بشكل غير اعتيادي، فهو حجر ناري يتم استخدامه في آلات القطع الثقيلة، ويتم إدخاله في أنابيب صناعة تقنية النانو وغيرها من الصناعات الأخرى.